دلوقتي هنعمل مع بعض كرافت سريع ولذيذ. علشان نعمل الكرافت بتاعنا ده عايزين فازة، واي نوع فازة عندكم، بس يفضل لو هي طويلة كده زي ما انتم شايفين. وعايزين كمان السفنج الاخضر اللي بيكون عند بتوع الورد، عايزين ورد، اي وردة عندكم بتقدر ان احنا نستعمله. طيب دلوقتي هناخد السفنج اللي عندنا ده هنحطه يا في النص يا في اي مكان انتوا عايزينه، يعني ممكن تحت هنا، ممكن هنا، ممكن هنا، يعني اعتقد لو حطيناه هنا ممكن يبقى ألطف. هنحط هنا كده شوية من السفنج اللي عندنا بالشكل ده. هنلزق كده السفنج اللي عندنا، برضو بتطلع شكلها لطيف جدا. هنجيب بقى الورد اللي عندنا وهنبتدي نحط الورد. بالطريقة اللي انتوا حابينها كده زي ما انتوا شايفين. كده كلها بقى هنعملها بالشكل ده. واي وردة عندكم بينفع يتعامل بيه، نحط واحدة كده من هنا. لو الورد يا جماعه كده زي ما انتوا شايفين مقطوع منه العروق بتاعته، حطوا توث بيك كده زي ما احنا بنعمل اهي، شايفين كده، وحطوها عادي اهي. اوكي اهو كده بيكون المنظر زي ما انتوا شايفين. بنجيب بقى دلوقتي ميه وبتحطوا الميه جوه. طبعا بس بيبقى لازم تعملوها مفتوحه شويه عندي علشان بس انا قفلتها شويه، معلش. الفكره ان احنا دلوقتي نحطها الشمعه، بس خلوا بالكم الورده ما تحطوه فوق، خلوه نوعا ما بعيد عن فم ال، خليني احطها هنا. وزي ما قلنا اللطيف في ال الحاجات اللي بتتعمل بالمسدس الشمع ان احنا بنقدر في اي وقت نفكها ونغير من الديكور بتاعها على طول.